السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أجمل تحية نقدم لكم دائما عبر إذاعة الشبيبة، متواصلين معكم في كل أربعاء ومتواصلين معكم أساسا دائما في برامج نتحدث فيها عن عز الرجال وأنقاهم، وكذلك عن خير خلف لخير سلف. نحن عبر الشبيبة تستطيعون أن تتابعون عبر هواتفكم النقالة من خلال حسابات تويتر أو يوتيوب الشبيبة، تجدون هذه البرامج بنقل حي ومباشر. وهنا إن شاء الله في هذه الحلقة سنتحدث عن التحليل الفكري للخطاب الأول لجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه واسكنه فسيح الجنات، وكذلك الخطاب الأول لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم. طبعا هناك خطابين نحن نستطيع أن نسميهم خطاب العرش، خطاب العرش الأول في عام 1970، وخطاب كذلك العرش للسلطان أو لجلالة السلطان هيثم بن طارق. سنتحدث عن الخطابين بنوع من التحليل، سنقف عند الخطابين، سنتحدث عن أوجه التشابه، أوجه التلاقي، النقاط المهمة التي ذكرت في هذه الخطابات، لأنها خطابات مهمة وتاريخية بالنسبة لتاريخ عمان. طبعا هنا يسعدني أن أرحب بالأستاذ محمد العاصمي، استضفنا محمد العاصمي أكثر من مرة. أستاذ محمد مساك الله بالخير، وسعيدين جدا مرة أخرى للحديث عن خطابات جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، وكذلك الخطاب الأول لجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليك نصر، مساء الخير على مستمعين إذاعة الشبيبة وهذا البرنامج الذي يواكب فترة الحداد الرسمي لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الشعب العماني الصبر والسلوان، يلهمنا جميعا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم حفظه الله ورعاه لما يحبه ويرضاه من خير هذا الوطن، ليكمل مسيرة البناء والتنمية التي بدأها الراحل الكبير، وأن يسير على نهجه وخطاه بإذن الله تعالى. ونحن متيقنون بأن هذا الرجل أيضا يضع هذا الوطن في قلبه، وبإذن الله تعالى يمضي بهذه السفينة إلى بر الأمان بإذن الله تعالى. بإذن الله. محمد، خلينا في البداية نتساءل ما أهمية الخطابات التي كان يحرص عليها جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه. منذ البداية كانت خطابات سنوية مستمرة في تواريخ خلاص معروفة أمام الشعب العماني والعالم أجمع، ما أهمية هذه الخطابات بالنسبة للشعب العماني؟ بشكل عام نعم، الخطاب بشكل عام هو يعني ما يرسم المحددات خلال المراحل القادمة، والخطاب يستخدم أو استخدم في أو إلقاء الخطابات استخدم على مر التاريخ في كثير من المناسبات، وربما السياسيون هم من يستخدمون هذه الخطابات ببراعة. طبعا احنا أيضا لا نتحدث عن الخطاب الديني لأن أيضا له طرقه وأساليبه أيضا المختلفة، ولكن نتحدث عن الخطاب السياسي، الخطاب الذي دائما ما يكون من القائد إلى رعيته أو إلى الشعب. نعم، جلالة السلطان المغفور له بإذن الله تعالى قابوس بن سعيد بن تيمور كان بارعا في 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 هذا المجال أو في الخطاب، وفعلا استخدم الخطاب بما يتناسب معه وحقق من خلاله أهداف عظيمة. الخطاب بالنسبة للراحل الكبير كان هو لرسم المحددات ورسم ملامح المستقبل والتنمية التي ينظر إليها، وأيضا لرسم السياسات العامة وما يريد تحقيقه في المستقبل، وأيضا استعراض ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية. فلذلك جاء الخطاب الثابت في العيد الوطني بالنسبة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه مستمرا ومتواصلا، ثم بعد ذلك تحول إلى خطاب في مجلس عمان، وأيضا كانت هناك بعض الخطابات في بعض المناسبات، منها
الخطاب الأول الذي نحن الآن بصدد الحديث عنه وهو خطاب العرش. في الحقيقة نصر هناك ثلاث خطابات ألقيت خلال فترة وجيزة هي فترة التولي للعرش وهو خطاب العرش، ثم هناك الخطاب الذي أيضا ألقاه يوم 9 أغسطس عندما وصل إلى مسقط، وهذا هو الخطاب المطول الذي شرح فيه السياسات التي سوف يتخذها خلال المرحلة القادمة، وأيضا أثناء وصوله إلى مطار بيت الفلك. فهذه هي الخطابات المهمة في البداية والتي ربما كان لها دور كبير وكبير جدا في أن تعرف الناس على التحول والتغيير الذي يحدث في البلد في تلك الفترة. لذلك هذه الخطابات المهمة جدا سنقارنها يعني في الحلقة بالخطاب التاريخي كذلك لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، لأنها مثل ما ذكرنا خطابات مهمة وتحدد السياسات العامة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. فلذلك سنبدأ معك محمد منذ البداية، ولكن يعني منذ بداية الخطاب الأول لجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله وثراه في عام 1970، وهناك في مقطع بسيط كذلك لهذا الخطاب الذي سنبدأ من خلاله، ومن ثم سنذهب للخطابين الذي تتحدث عنهم. أيها الشعب، سأعمل بأسرع ما يمكن لجعلكم تعيشون سعداء لمستقبل أفضل، وعلى كل واحد منكم المساعدة في هذا الواجب. كان وطننا في الماضي ذا شهرة وقوة، وإن عملنا باتحاد وتعاون فسنعيد ماضينا مرة أخرى، وسيكون لنا المحل المرموق في العالم العربي. كانت عمان بالأمس في ظلام، ولكن بعون الله غدا سيشرق فجر جديد على عمان وأهلها. حفظنا الله وكلل مسعانا بالنجاح والتوفيق. إذن يا محمد، هذا مختصر للخطاب الأول لجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، وهناك طبعا الخطاب المطول الذي تتحدث عنه، الخطاب الذي بث عن طريق الإذاعة. لنبدأ من هذا الخطاب محمد، لأننا سنقارنه كذلك مثل ما ذكرت بخطاب السلطان أو جلالة السلطان هيثم بن طارق. نعم، شوف نصر، أولا الخطاب هذا ساتعرض له ربما بشيء من التفصيل الذي لم نسمعه. نعم. او لم يبث، هو دائما احنا نسمع المقطع الذي سمعناه سابقا الاشهر. نعم. نعم، ولكن هناك اجزاء اخرى في هذا الخطاب. جميل. طبعا تعال نسترجع الحال التي حدثت او الحادثه التي حدثت في البلاد. وسائل اتصال قليله جدا، شبه معدومة. نعم، من كان يمتلك الراديو كانت فئة بسيطة جدا، ولكن كان الخبر يتناقل بأن هناك سلطان جديد، أو أن السلطان قابوس بن سعيد استلم الحكم خلفا لوالده السلطان سعيد بن تيمور طيب الله ثراهما. هكذا كان الجو العام في تلك الفترة، لا أحد يعرف ماذا حدث. فلذلك جاءت أهمية هذا الخطاب لكي يوضح ماذا يحدث بالتفصيل البسيط الذي يوصل الرسالة بشكل سريع ومفهوم عند الأغلبية، وبالتالي تستمر الحياة بشكلها الاعتيادي تمهيدا أو انتظارا لما سيتم أو الأوامر التي ستتم، مثل ما حدث عندنا الآن. استمعنا للخطاب الأول لجلالة السلطان هيثم، حدد فيه الملامح العامة والسياسة التي سوف ينتهيها، ولكن ظلت الناس تنتظر الآن ماذا بعد، ما هو التفصيل. الخطاب يبدأ بشعبي، أتحدث إليكم كسلطان مسقط وعمان بعد أن خلفت والدي 23 يوليو. هنا الحديث والتعريف لجلالة السلطان بأنه السلطان الجديد
وأنه استلم الحكم في اليوم الفلاني. كنت ألاحظ بخوف متزايد وسخط شديد عجز والدي عن تولي زمام الأمور، وحدد المحددات والأسباب التي دعته لاستلام السلطة، ثم أردف ذلك مباشرة: إن عائلتي وقواتي المسلحة قد تعهدا لي بالطاعة والإخلاص. هذه البداية كانت جدا مهمة، لأن تتحدث اليوم عن استلام للسلطة، ما زال السلطان السابق سعيد بن تيمور لم تعلن وفاته، والسلطان حي أو ولكنه يعني نعم انتقال الحكم إلى ابنه، فبالتالي من سيدعم هذا السلطان؟ وكان من الجيد الإشارة إلى أن العائلة، ولاحظ هنا العائلة، العامل المشترك في الحالتين في تولي السلطان قابوس لمقاليد الحكم، ولتولي السلطان هيثم لمقاليد الحكم، العائلة، قرار العائلة أو المرجعية اللي هي العائلة الأساسية، سواء كان بالاتفاق على فتح الوصية أو سواء كان بالاتفاق على التنصيب، إضافة إلى القوات المسلحة، وأيضا هنا نستذكر مجلس الدفاع ودور أيضا في عملية استلام السلطة أو نقل السلطة إلى السلطان الجديد، السلطان نعم. هيثم بن طارق. فالعوامل المشتركة هي العائلة والقوات المسلحة، ركنا أساسيان في عملية تنصيب السلطان، انتقال السلطان. نعم. إن السلطان السابق قد غادر السلطنة، وإني أعدكم أول ما أفرضه على نفسي أن أبدأ بأسرع ما يمكن أن أجعل الحكومة عصرية، وأول أهدافي أن أزيل الأوامر غير الضرورية التي ترزحون تحت وطأتها. محددات واضحة جدا. السلطان رحل، غادر السلطنة السلطان السابق، وهناك سلطان جديد، وهدفي الأساسي أن أعمل بأسرع ما يمكن، هدفين: إزالة القيود، تكوين حكومة عصرية، ومن ثم إزالة القيود أو إزالة القيود التي ترزحون حولها. لأن كان الوضع فعلا في تلك الفترة نصر، كانت الكثير من القيود التي فرضت على الشعب، وكثيرا منها تحدث عنها جلالته أيضا في الخطاب الثاني اللي هو خطاب يوم 9 أغسطس بعد ما وصل إلى مسقط. الخطاب الثاني تحدث عنها بكل شيء من التفصيل: حمل القناديل، حظر التجول في داخل مسقط، السفر باستخدام السيارات وغيرها، تحدث عنها بكل تفصيل في تلك. فكانت أوامر فعلا معيقة للشعب، السفر والتنقل وغيرها كانت ممنوع إلا بإذن محدد أو معين يحصل عليه، يشترط أن يحصل عليه شخص. فكانت الظروف في ذلك الوقت الاجتماعية والسياسية والاقتصادية صعبة للغاية، صعبة جدا للغاية. فكانت الأهداف واضحة بالنسبة للسلطان قابوس طيب الله وثراه، وحددها. ثم ذلك بعد ذلك سينطلق في الحديث عن ما سمعناه: سأعمل بأسرع ما يمكن لجعلكم تعيشون سعداء نحو مستقبل أفضل. ولكن أيضا ذكر نقطة مهمة نصر، وهي أن وإن عملنا بتكاتف وتعاون. وهنا دائما الإشارة إلى أن الدور أيضا سيقع وبمسؤولية أكبر على المواطن، على الشعب. نعم. لأن العمل بمفرد لا حكومة دون شعب. لا، غير كذا نصر أيضا أنه هنا استشعار بقيمة المواطن أو إشعار المواطن بالقيمة الحقيقية له، فعلا. وأنه راح يكون هو هدف التنمية، وأنه هو يكون وقود هذه النهضة المباركة، وهو الطاقة في هذه النهضة المباركة. فكان الهدف واضح ومحدد أن النهضة المباركة سوف تنطلق من الشعب وإلى الشعب، وهذا ما أشار إليه جلالته في كثير من الحديث. أنا يعني لا أملك شيء وكل شيء لعمان، فكان هدفه من البداية هو الإنسان وهدفه التنمية، فلذلك كان الربط. وهنا أيضا إشارة لما ننتقل إلى خطاب السلطان هيثم، أيضا إشارة إلى موضوع التعاون والتكاتف لإكمال مسيرة التنمية. ممتاز. إذن هل تفضل أن نستمع إلى خطاب السلطان هيثم، أم أنه ننتقل إلى شرح أكثر للخطاب الثاني اللي جرى؟ هو في علاقات وإشارات إحنا لابد أن بنتوقف عنها، ولكن من الجيد أيضا أن نستمع. إذن نستمع الآن إلى خطاب السلطان هيثم متكامل. طيب يا محمد، إن شاء الله سنستمع إلى خطاب السلطان هيثم بن طارق
المعظم، وسنعود إليكم مثل ما ذكرنا للحديث عن هذه عن أوجه التشابه، عن أوجه الالتقاء، وتحليل كذلك لمضامين هذه الخطابات. إذن نعود إليكم أحبتنا مستمعينا مشاهدينا الكرام عبر الشبيبة، مثل ما ذكرت برامجنا تستطيعون أن تتابعونا ببث مباشر مرئي عبر يوتيوب الشبيبة وكذلك حسابات الشبيبة في تويتر، ولكل من يستمع إلينا على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 كذلك في محافظة ظفار، وقريبا ستصل ترددات الشبيبة إلى أكثر من محافظة في السلطنة. كنا نتحدث أو كنا نستمع إلى الخطاب الأول لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وهو ذلك اليوم الذي كان مؤلم جدا على أهل عمان، حينما شق فجر ذلك اليوم خبر رحيل أعز الرجال وأنقاهم مثلما ذكر صاحب الجلالة السلطان هيثم. ما الذي تراه في هذا الخطاب يا محمد، وفي هذه اللحظات المهمة من تاريخ عمان واللحظات الصعبة كذلك المليئة كانت بألم الفراق والحزن على المقام السامي طيب الله ثراه؟ نصر، شوف قبل لا أبدأ في الحديث عن خطاب جلالة السلطان هيثم، دعني أقول كلمة أن خطابات جلالة المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه، كل خطاب مدرسة يمكن أن نستقي منه الكثير من المضامين، ونستقي منه الكثير من الرؤى والاستراتيجيات والتطلعات ورسم الخطط. وبعود فقط إلى الخطاب الأول خطاب العرش لأتحدث عن أمر مهم جدا، عندما نتحدث عن سأعمل بأسرع ما يمكن، لاحظ أن هناك أنك تطرح رؤية واستراتيجية طويلة المدى، سأعمل بأسرع ما يمكن لهدف واحد، جعلكم تعيشون سعادة. اختصر كل شيء في هذه العبارة بعدما كانت الحياة بائسة طبعا وصحبة جدا كلمة ولسنوات طويلة. نعم، كلمة سعادة هي يعني أصدق تعبير وأنسب تعبير ممكن أن يستخدم في تلك الفترة للشقاء الذي كان يعيش فيه الشعب العماني بالعموم. خلينا نتحدث. نعم، وحدد المحددات التي ستمكنه من تحقيق هذا الهدف، وهو العمل إذا عملنا سويا كل منا المساعدة وعلى كل منا المساعدة في هذا الجانب. نختم في هذا بهذا الرؤية والرسالة التي بثها المغفور له خلال خطابه الأول، ونأتي إلى خطاب جلالة السلطان هيثم الأول أيضا الذي حتما هو خطاب تاريخي وسيظل عالق في الأذهان لفترات طويلة، وهو خطاب تاريخي. والمضامين التي تضمنها هذا الخطاب عديدة رغم قصر الخطاب والظروف التي قيل فيها هذا الخطاب. صحيح. والحالة التي كانت في البلاد. نحن كنا نستمع إلى الخطاب بآذاننا، كنا مذهولين، الكل كان مذهول يعني من هول ما يشاهده. يعني نحن لو كنا نتحدث عن مع أي شخص قبل لا يحدث ما شاهدناه، هل يتوقع أن تمر مثل هذه اللحظات علينا؟ نحن الآن عندما نستذكر يوم 10 من يناير أو يوم 11 من يناير كأنه حلم مر علينا، وما زلنا نسترجع بعض التفاصيل ونحاول التركيز عليها. فالظروف التي قيل فيها هذا الخطاب كانت ظروف صعبة جدا وثقيلة على قائلها وعلى المستمعين، ولكن دائما القادة يولدون يعني قادة، أو أن 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 يعني العظماء هكذا يظهرون في مثل هذه الأوقات بربطات جاش وبقوة وبعزيمة وبتحدي وبإصرار وبصبر وقدوة. فكان السلطان هيثم بهذا الشكل عندما ظهر ليبث هذا الخطاب، وهو الذي ربما يكون أو وهو الذي ربما يعني عاش لحظات عصيبة جدا منذ خبر وفاة جلالة السلطان المغفور له، ولكن ظهر متماسكا قويا، استمد منه العمانيون هذا التماسك في تلك اللحظات، وكنا فعلا أحوج ما كنا إلى أن
نستمد القوة من القيادة. الشعب من بعد الخطابة أنا وجهة نظري وهذا إحساسي وهذا شعوري أن هناك يعني قوة وهناك تماسك وهناك شيء من 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 الثبات الذي ظهر على الجميع من بعد هذا الخطاب. وأنا أعتقد أنه كانت ظروف صعبة جدا. نعم، لأنه موضوع الاطمئنان على عمان نعم بدأ يعني يتوغل في قلوب الجميع. نعم. لأنه كان الجميع في خوف والجميع في ترقب وكل العالم كان يترقب أساسا ولكن ماذا سيحدث يعني. نعم، وأنت ذكرت في البداية دور العائلة المالكة في البداية في عام 1970 ودور العائلة المالكة في 2020. نعم. يعني كان الدور جدا مهم لأنه كلما كان الوعي من أجل عمان ومصلحة عمان هو الأساس وهو المحرك كلما وجدنا أن الاستقرار السياسي الذي يجب أن يحيط بالسلطة في البداية سينعم به جميع أهل عمان. وعمان مثل ما ذكرنا تاريخيا عانت كثيرا في قضية انتقار السلطة، عانت كثيرا في الصراع على السلطة، وهذا يعني يحدث في أغلب الدول في كل مكان. نحن لسنا بملائكة طبعا. ولسنا يعني مثل ما يقال شعب الله المختار، ولكن نحن نتحدث كذلك عن أخطائنا، ومن الناحية الأخرى نتحدث كذلك عن إيجابياتنا. ما حدث في تلك اللحظات الصعبة جدا على كل أهل عمان كانت رسالة وأيضا كانت يعني أنا أريد أن أقول كلمة ولكن سبحان الله تذهب الكلمات وتأتي، ولكنها كانت وقفة تاريخية بمعنى الكلمة. هذه الوقفة التاريخية تحسب للوعي الذي مارسه كبار أفراد العائلة المالكة في اختيارهم للخيار الذي وضعه القائد الراحل جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، مع العلم أن لهم 3 أيام في اختيار من يتولى حكم عمان، ولكنهم لم ينتظروا وأطاعوا جلالة السلطان قابوس بن سعيد حيا وأطاعوه وهو ميتا. وهذه كانت في قمة الاحترام والتقدير لهذا الرجل الذي صنع نهضة عمان. والشعب العماني كان كذلك واعيا ورائعا، وكان يعني من أجمل الوقفات التي وقفتها شعوب المنطقة مع القيادة في تلك اللحظات هي وقفة الشعب العماني مع بعضهم البعض من أجل عمان. وكان الجميع يبكي الفقد الواحد، والجميع كان يتأمل خير خلف لخير سلف السلطان هيثم الطارق. بكل تأكيد نصر، هذا النهج، هذا التماسك الذي ظهرت عليه العائلة، هذا الاتفاق على 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 أهمية أن تكون عمان أولا قبل كل شيء كان درس للتاريخ. واليوم نحن لما نقرأ في وسائل التواصل وعندما نقرأ في الصحف ونسمع في وسائل الإعلام العالمية عندما تشير إلى سلاسة انتقال السلطة، مثل ما ذكرت النصر، أمر طبيعي أن يحدث خلاف في أي مكان نتحدث عن حكم، ولكن أن يحدث كل هذا الانتقال السلس في 4 ساعات إلى أن تم الدفن. نعم. نحن نتحدث عن عملية التنصيب، عملية التنصيب لم تستغرق كثير. صح. فتحت الرسالة، استقرت العائلة على أن تذهب للخيار الذي وضعه الراحل طيب الله ثراه تقديرا منهم لهذا الرجل. 50 سنة أمضاها في الحكم، فنظروا إلى أن تقدير هذا الرجل هو أن نضع الشخص الذي أشار عليه، لأنهم يثقون بأن هذا الرجل لم يضيعهم في حياته فلن يضيعهم وهو عند الله سبحانه وتعالى. ونفس هذا الموقف للعائلة المالكة في عام 1970 حينما أصروا ووقفوا لاستلام هذا الشاب القائد، وذكرها بجلالته في خطابه بن سعيد طيب الله وثراه، ذكره في خطابه في 9 أغسطس عندما قال في هذا الخطاب مهم عندما تحدث عن أعمامه السيد طارق نعم والسيد فهر، عندما قال فكما سمعتم من الإذاعة لقد عيننا عمنا السيد طارق بن تيمور رئيسا للوزراء
إن سرعته في العودة إلى البلاد نقدرها عظيم التقدير، ووجوده بيننا مع أخيه السيد فهر يلقى منا كل الترحيب. أشار إلى وقوف العائلة في جانبه وفي صفه في هذه المرحلة، في هذه المرحلة، وهذا هو الدور الذي مارسته العائلة أيضا في هذا التوقيت الصعب. نعم جدا من تاريخ عمان بكل تأكيد، وهذا يؤكد حقيقة أن هذه العائلة حريصة كل الحرص على هذا الوطن، هذا تضعه في المقدمة وقبل كل شيء. ثم مثل ما ذكرنا دور القوات المسلحة، مجلس الدفاع الذي أيضا ساهم وبشكل كبير في استقرار الأوضاع واستقرار الأمر، وكان وتنظيم. حريصا نعم. أشد الحرص على تنفيذ ما ورد في هذه الوصية. على العموم المضامين التي ورد فيها الخطاب بكل تأكيد أول هذه المضامين كان هو التأبين المقام السامي للراحل الكبير، أعز الرجال وأنقاهم، عندما أشاد جلالة السلطان هيثم بالراحل الكبير وذكر مناقبه وذكر جملة من الجمل الجميلة التي استوقفتني كثيرا نصر، وهي أن لا يمكن لخطاب كهذا صح أن يوفي حقا. أنا أبحث عن الجملة على أساس أنها أقرأها مثل ما ذكرها جلالته. نعم عندما تحدث رجل لا يمكن لخطاب كهذا أن يوفيه حقه أو أن يعدد ما أنجزه وما بناه، فلقد بنى دولة عصرية شهد لها القاصي والداني. لاحظ جلالته كان هدفه بناء حكومة عصرية ودولة عصرية، وظل يردد هذا الكلام، وجلالة السلطان هيثم يتحدث عن الدولة العصرية حاليا كأهم منجز من منجزات هذا الراحل الكبير، وشهد لها القاصي والداني. فبالتالي بدأ الخطاب بالتأبين وبدايته وشيد نهضة راسخة، وهذه هي الأهداف الاستراتيجية التي وضعها جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه عندما استلم الحكم. كانت هذه هي الأهداف الاستراتيجية، دولة عصرية بأركان ثابتة، دولة المؤسسات، فتحقق له ما أراد. فبالتالي بدأ الخطاب بذكر مناقب الراحل الكبير كتأبين لهذا الرجل وتعزية نعم. لهذا الشعب الذي يعني فقد فعلا أعز الرجال وأنقاهم، أعز الرجال بكل ما تعني الكلمة من معنى، وأنقاهم، وكل المواقف تشهد بأن هذا الرجل كان نقي السريرة في كل مواقفه، ويذكر ما ويكفي أن نذكر كيف كان ينظر لهذا الشعب، نظرة الأب، نظرة الوالد الذي ينظر دائما إلى أبنائه كشعب، وكان لا يخاطبهم إلا شعب عمان الأوفياء أيها المواطنون العزيز، شعبي العزيز، نعم. كان يتحدث بهذه الكلمات الصادقة النابعة من قلبه الذي لم يحمل حقدا على أحد في يوم من الأيام، حتى لمن أراد به سوء كان متسامحا بكل تأكيد. وكنت دائما أردد كلمة بأنه كان سيدا في العفو عند المقدرة، وهو كذلك طوال حياته، وليس فقط مع العمانيين، مع الجميع. هذا الرجل رحل من هذه الدنيا وهو ليس في 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 يده أو في رقبته دم مسلم، سواء كان من مواطن أو غير مواطن، وكان رحيما بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. لم يشارك في حرب عداء ضد مسلم، ولم يحمل السلاح إلا ضد من اعتدى على بلاده، ومن حمل السلاح في وجهه. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الصفات لما نتحدث عن أعز الرجال وأنقاهم فهو يحمل هذه الصفات بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. الثوابت أو المضمون الثاني من المضامين هي الثوابت السياسية التي أشار لها السلطان هيثم بن طارق في خطابه، وهذه ما ذكرها السلطان قابوس طيب الله ثراه في الخطاب الثاني من خطابات جلالتي، الخطاب الذي ألقاه في العيد الوطني الثاني في 1972 عندما تحدث عن مجموعة من الثوابت التاريخية، وذكرها أنا الآن أذكرها من خطاب الراحل طيب الله ثراه. إن سياستنا الخارجية تقوم على الخطوط العريضة الآتية:
1- انتهاك سياسة حسن الجوار مع جيراننا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة. 2- تدعيم علاقاتنا مع الدول العربية وإقامة علاقات ودية مع دول العالم. 3- الوقوف بجانب القضايا العربية في المجالات الدولية. 4- الوقوف بجانب القضايا الأفريقية وتأييد نضالها من أجل الحرية والاستقرار. وقد اتخذت عمان موقفا معاديا لسياسة التفرقة العنصرية التي تمارسها حكومة جنوب أفريقيا وحكومة روديسيا. 5- وبصفتنا من الدول النامية فإننا نلتزم الخط الذي تسير عليه دول العالم الثالث. ومنها ذكر أن عمان أصبحت عضوا كامل في المنظمات الدولية، منها منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، بعدما كانت معزولة تماما معزولة عن العالم. 70. نعم. السلطان هيثم حفظه الله ورعاه يقول: على الصعيد الخارجي فإننا سوف نترسم خطى السلطان الراحل مؤكدين على الثوابت التي اخططها لسياسة بلادنا الخارجية القائمة على: 1- التعايش السلمي بين الأمم والشعوب. 2- حسن الجوار. 3- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير. 4- احترام سيادة الدول. 5- والتعاون الدولي في مختلف المجالات. هنا وضع كلمة الفصل: عمان ستستمر في سياستها نفس النهج، نفس المبادئ. ولذلك لما شاهدنا موقف السلطنة في القضية الفلسطينية من بعد أو رفضها لصفقة القرن، عمان ظلت محافظة على هذا النهج منذ 78، منذ معاهدة كامب ديفيد. عمان تبحث عن حل سلمي عادل للقضية الفلسطينية، أساسه أن تكون القدس هناك دولة لفلسطين عاصمة القدس الشريف. ولن يتغير موقف عمان خلال هذا خلال من أو لم يتغير طوال، نتحدث الآن نحن عن 40 سنة تقريبا. نعم. أو 42 سنة. عمان قالت كلمتها في معاهدة كامب ديفيد، في جامع، في اجتماع أو في قمة، في القمة العربية التي أقيمت في تونس وسبقتها قمة بغداد، قالت عمان كلمتها في القضية الفلسطينية ودعت العرب إلى إيجاد حل سلمي مع الدولة أو مع الكيان الصهيوني يضمن وجود دولة فلسطينية عاصمتها القدس تضمن حقوق الشعب الفلسطيني. وظلت عمان على هذا النهج، وهذا ما أشار إليه السلطان هيثم بأن عمان ستظل على وداعم لكل قضايا السلام وداعم لكل جهود السلام بالطبيعة الحال. وهذا الأمر سنشاهده وسنلمسه فعلا. عمان أصبحت قبلة لمن يرغب بالسلام، لمن يرغب بالسلام، أصبحت وسيط دولي. اليوم مصر، خلينا يعني نعطي كل أو نعطي الموضوع أهمية كبرى. يعني اليوم لما كنا نتحدث عن عمان أو عمان في 70، ماذا كان ينظر لها؟ إشكاليات كثيرة. هل كانت لها قوة؟ اليوم عمان أصبحت قوة سياسية، عندما تلجأ القوى العظمى في العالم إلى عمان لحل القضايا. هذا يعني دعنا يعني لأنها سياسة صادقة، وسياسة لا تنحاز لأحد، وسياسة تبحث فقط عن نقاط التلاقي وليس عن نقاط الخلاف. هي دائما تبني وأثبتت من خلال التجارب والمواقف أنها دائما في الموقف السليم، رغم الهجمات المسعورة التي في بعض الأحيان نراها للأسف من وعندما تسد جميع الحلول نجد أن الحل يأتي هنا في مسقط، يأتي في عمان. فلذلك أصبحت اليوم عمان قوة سياسية، ليست قوة عسكرية بما تملكه من سلاح وقوة تدميرية. ودائما القوة هي ليست السبيل الأمثل ليس الشديد بالصراع إنما وهذه هي الحكمة نفسه وهذه الحكمة. اليوم أصبحت عمان قوة سياسية تلعب دور مهم في التوازنات. اليوم لما ننظر إلى المنطقة فقط، إلى المنطقة التي نحن فيها، هناك حرب في الجنوب، حرب في الشمال، هناك خطر في الغرب، خطر في الشرق، ونحن وسط كل هذه الصراعات. هذه الصراعات لا نشعر بأن هناك شيء يحدث. الحمد لله. الحمد لله. وهذه هي القيمة التي وضعها لنا جلالة السلطان الراحل طيب الله ثراه، والذي بفضل سياسته الحكيمة
استطعنا أن نصل إلى هذه المرحلة من الأمن والأمان، ولذلك لا نستغرب أن يستمر السلطان هيثم على نفس النهج، وهو الذي عرف أيضا بالحكمة وسداد الرأي. ثم ينتقل الثابت الأهم وهو مجلس التعاون الخليجي، ويتحدث عن أننا سنواصل مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون في الإسهام في دفع مسيرة التعاون بين دولنا لتحقيق أماني شعوبنا ودفع منجزات مجلس التعاون قدما إلى الأمام. واضحة أن عمان ستستمر في عملية دفع مجالات التعاون في هذا المجلس بإذن الله تعالى، لما يمثله لأهمية كبرى لدول المنطقة التي كانت قبل تشكيل مجلس التعاون ربما كانت جهودها غير مركزة. الآن بعد تشكيل مجلس التعاون أو قيام مجلس التعاون أصبحت الكثير من الأشياء الإيجابية التي حظي بها أبناء هذا المجلس، وربما حتى الإحساس باللحمة والترابط الذي نشعر به كأبناء لهذا وكان محمد لي. وكان جلالة السلطان هو المثل الأعلى لهذا التعاون وهذه الوحدة الخليجية التي كان يرغب بها بكل سلام ومحبة. صحيح. والدليل بأنه مباشرة بعد أن تولى حكم عمان وبدأ بنهضته المباركة، أول ما فعله كذلك أنهى الخلافات الحدودية بكل تأكيد. والخلافات الحدودية نحن نعود ونقول أنها حتى الآن لا زالت في بعض دول المنطقة، ولكن عمان فقط لوحدها استطاع جلالة السلطان قابوس بن سعيد أن يحل كل الإشكاليات الحدودية ليضرب لهم مثلا من أجل التعاون والوحدة وعدم وجود تلك الخلافات حتى على قضايا حدودية في بعضها تؤدي مشاكلها إلى حروب وإلى يعني إشكاليات كبيرة. نصر، لما كنا نقرأ عن عملية ترسيم الحدود التي ربما السلطنة سعت لها مع دول الجوار، كان هناك الكثير من الحديث ولماذا تم يتنازل قليلا على هذا أو على ذا، وكثير من الحديث وهل هذه السياسة من لمصلحة السلطنة، ولكن كان جلالته طيب الله وثراه ينظر للمستقبل بالعين التي لا نستطيع نحن أن ننظر إليها وللاستقرار. وأثبتت الأيام أن فكره الرشيد في عملية ترسيم الحدود جنبت السلطنة الكثير من الخلافات. صحيح. وجنبتها الكثير من المشكلات وحفظت حقوقها وستحفظها لسنوات قادمة طويلة جدا. الآن نحن في مأمن من كل الأطماع، أصبحت حدودنا مرسمة ولا مجال واضحة. نعم، ولا مجال للحديث عن أن هذه الأرض لنا وهذه الأرض لكم وأن تحدث مشكلات حدودية، والحمد لله. أليس كان مثالا أعلى لجميع قيادات دول الخليج من أجل الوحدة أكيد. ومن أجل مجلس التعاون هذا تأكيد. يعني حينما تنظرون إلى هذه القضية، فقط قضية ترسيم الحدود ورغبة جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه لترسيم الحدود بكل سلام وبكل محبة، يعني تجدون بأنه هو كان مثل ما ذكرت المثال الأعلى لوحدة مجلس التعاون الخليجي. نعم، ننتقل إلى أمر آخر أيضا أو الثابت الآخر الذي انطلق له السلطان هيثم، وهو جامعة الدول العربية. وهنا أيضا يجب أن نذكر حقيقة للتاريخ. السلطان هيثم ذكرها أيضا في خطابه وفي الشأن العربي، سوف نستمر في دعم جامعة الدول العربية. وما تلاه في الخطاب؟ عندما قاطعت الدول العربية جمهورية مصر العربية عمان في 78 اثر معاهدة كامب ديفيد، وتم نقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة الى العاصمة تونس. بعدها بفترة عمان طبعا لم تقاطع ولم تسحب سفيرها ولم تعلن المقاطعة وظلت على الحياة. جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه قاد حملة لم الشمل العربي هو والملك الراحل الحسين بن طلال. كانت مبادرة من جلالته قام من خلالها بالتواصل مع زعماء الدول العربية وزيارتهم للم الشمل العربي، فلقيت مبادرتهم النجاح والقبول بعد فترة، وساهم
مرة أخرى بعدما تشتت العرب وعادت العلاقات مرة أخرى ورجعت جامعة الدول العربية أو مقر جامعة الدول العربية إلى القاهرة. هذه حقيقة للتاريخ الكثير يجهلها، وربما جلالته لا يحب الحديث كان عن 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 مبادراته دائما، عن مبادراته، لأنه هو يعتقد أنه هذا جزء من 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 عمله. هو لم يقم بهذه المبادرة لكي يضعها ك ك كرصيد له يتباهى به كدعاية. نعم، هو وضعها لأنه واجبه كعربي، إحساسه بانتمائه للأمة العربية يوجب عليه أن يقوم بهذا الدور، ولذلك كان داعم لكل القضايا العربية، القضية الفلسطينية، الوحدة اليمنية، انضمام مجموعة من الدول إلى جامعة الدول العربية منها جزر القمر، فكان داعم لجميع القضايا التي تهدف إلى لم الشمل العربي ونبذ الفرقة في كثير من القضايا، حتى الخلافات التي كانت تحدث ما بين الدول العربية، وكلنا نعرف وقت قريب ما بين العراق والكويت. نعم. ونعرف ما بين كثير من الدول، المغرب والجزائر، كان مساهم في حتى في الوقت الحاضر الأزمة الخليجية، وهو يحاول يعني وحرب اليمن، وهو يحاول أن يدعو الجميع لطاولة الحوار والسلام. بكل تأكيد. نعم. ثم بعد ذلك ينتقل إلى ثابت آخر، وهو أيضا الأمم المتحدة وموقف عمان من في من جامعة أو من الأمم المتحدة. تقصد خطاب السلطان هيثم بن طارق. سنواصل وستواصل عمان دورها كعضو فاعل في منظمة الأمم المتحدة، تحترم ميثاقها وتعمل مع الدول الأعضاء على تحقيق السلم والأمن الدوليين ونشر الرخاء الاقتصادي في جميع دول العالم، وسنبني علاقاتنا مع جميع دول العالم على تراث عظيم خلفه لنا الراحل الراحل عليه رحمة الله ومغفرته، على تراث عظيم. هو هذا هو الإرث الخالد الذي نتحدث عنه لجلالة السلطان قابوس بن سعيد، والذي تركه لأهل عمان ولكل من يتولى السلطة. اليوم عمان كانت أو عمان في السبعين، سلطنة مسقط وعمان كانت تمتلك علاقات مع من محدودة جدا، يعني كان شبه معزولة جداً أصلا. نعم. جدا. واليوم ننظر إلى عمان بكل هذا الكم الهائل من الأصدقاء حول العالم، وعندما ننظر إلى منظمة مثل الأمم المتحدة وهي تخصص جلسة لتأبين هذا الراحل الكبير، وعندما تلجأ الأمم المتحدة إلى هذا السلطان رحمة الله عليه للتدخل ونزع فتيل الحروب التي كادت تشتعل في هذه المنطقة، الأزمة النووية، القضية الإيرانية الأمريكية، مضيق هرمز وغيرها من القضايا، فبكل تأكيد أن هذا الرجل خلال 50 عام ترك أثر واضح جدا على خارط على 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 مسيرة السلام والأمن في هذه المنطقة. فلذلك أنا أعتقد أنه الالتزام والسير على نهجه هو أمر بديهي من سلطان يدرك ماذا قدم أو ماذا أحدث هذا السلطان من نقلة في هذه المنطقة، فكان من الطبيعي أن يستمر على هذا النهج. الثابت الذي سنتحدث عنه بعد ذلك وهو القوات المسلحة التي بفضل الله سبحانه وتعالى وحكمة جلالته وبفضل هذه القوات اليوم نشاهد عمان. جلالته عندما استلم الحكم في عام 1970 استلم دولة بها حرب في الشمال وحرب في الجنوب، أطماع في الشمال وحرب في الجنوب، أيضا تهدف إلى تفتيت هذه الدولة، تدمير عمان. نعم. تدميرها. نعم. واقتطاع جزء مهم منها. نعم. ولو نجح هذا الأمر لن نشاهد سلطنة عمان التي نشاهدها اليوم، وهذا الاستقرار وهذا يعود فيها الفضل لجلالة السلطان المغفور له قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه. لم يكتفي محمد بالجلوس في القصر وإصدار الأوامر، كان يتقدم الصفوف في تلك المعارك ببدلته العسكرية، بالضبط في تلك المعارك التي كان في يحارب فيها الأمامية اليسارية، بكل تأكيد من أجل عمان، وعمل لأنه يعلم علم اليقين أن هذه الحرب مفترق طرق، إما أن تكون عمان ويكون حاكم وتكون هناك دولة أو لا تكون. نعم.
وخلينا احنا ناخذ السيناريو الأسوأ، لو ان هذه الحرب انتهت بانتصار اليساريين او الشيوعيه او القوات او الاشتراكيه التي كانت تحاول ان تسيطر على موارد وخيرات هذه البلاد والخليج بشكل عام، لان ظفار ما هي الا بوابه للدخول، هي البدايه وسيتبعها احتلال لباقي هذه الاجزاء، وبالتالي لك ان تتخيل ماذا كنا سنكون. ولكن الحمد لله رب العالمين بحكمه هذا القيد واخلاص هذه القوات المسلحة وإخلاص الأصدقاء لهذا الوطن، الأصدقاء المحدودين الذين كانوا يدركون خطورة المخطط العالمي الاشتراكي، الذين كانوا يدركون أن هذا الأمر ليس مقصود فيه عمان فقط، وهي ليست حرب منطقة، ليست حرب دولة، حرب وكالات هي، يعني هي حروب وكالات في وقالها قالت السلطان، قال نحن ندرك أن عمان ليست الهدف، وإنما هي وسيلة لتحقيق أهداف وغايات توسعية وأطماع استعمارية أخرى ذكرها. وقال في إحدى الخطابات يعني فيما معناه بأنه سعيد وسعيد بالشعب العماني الذي استطاع أن يحمي المنطقة العربية أو منطقة الخليج من الأفكار اليسارية ومن الشيوعية. ولذلك جاء خطاب جلالة السلطان هيثم ليؤكد أن هذه القوات ستلقى الرعاية والاهتمام الذي لقيته في عهد جلالة السلطان وهو قائد القوات المسلحة، والإشارة لها. وفي كل خطاب يلقيه جلالة السلطان قابوس كان يشيد بدور القوات المسلحة. اليوم إحساسنا إحنا كعمانيين بأن هناك قوة تحمي هذا الوطن، سواء كان داخليا تحافظ على النظام والأمن والأمان، أو خارجيا تذود عن الوطن. هذه القوات التي يعني تشرفت بحمل اسم جلالته قوات السلطان المسلحة، وأيضا تشرفت دائما باهتمام جلالته، لا بد أن تستمر لأن هي مصدر القوة والعزة لهذا الوطن فعلا. ثم يختم جلالته لكن في نقطة قبل الختام. محمد، يعني أود أن أناقشها معك قضية كذلك، أن يركز جلالة السلطان هيثم بن طارق في خطابه الأول للحديث عن احترام الأجهزة الأمنية للمواطن، وبأن هذا الاحترام سبب رئيسي في أمن هذه البلاد. حينما نضع خطوط، مش خطين بس، تحت كلمة احترام الأجهزة الأمنية للمواطن أو حتى المقيم، ترى يعني كل من يقيم على أرض عمان يجد ذلك الاحترام من الأجهزة الأمنية. هذا الاحترام مهم جدا، وفي الخطاب الأول لجلالة السلطان هيثم بن طارق كذلك ذكره، لأنه يعلم تماما أهمية احترام الأجهزة الأمنية للمواطن أو حتى المقيم. بكل تأكيد، شوف نظر، الأجهزة الأمنية والمواطن هما عناصر كلها في متكاملة. أجهزة الأمن أو القوات هذه هي كلها أساسا في الأساس مواطنين، فبالتالي التركيز على أنها هي ضمنة استقرار البلاد واحترام المواطن من خلال تطبيق القانون. اليوم احنا لما نتحدث عن تطبيق القانون، هناك ضار ومتضرر، المتضرر الذي يطبق القانون من أجله هذا احترام له. فبالتالي الحفاظ على احترام المواطنين، اليوم لما نجي نشاهد، وكلنا نصر وكل العمانيين أعتقد أنهم ما زالوا يتوافدون دائما على قبر المغفور له طيب الله ثراه السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، لما نشاهد الوافدين دائما في المقبرة يتوافدوا مع المواطنين، لما نشاهد اليوم الوافد في هذا البلد حزين مثل المواطن على رحيلة السلطان، ما هي الإشارات التي نستقيها من خلال ذلك؟ هو يشعر بالعدالة هنا، يشعر بالمساواة، يشعر بأنه لا قد يكون لم يشعر بها في وطنه. في النظام لا فرق بين صاحب سمو أو سيد أو مواطن عادي أو عامل أو حتى وافد، وقد يكون لم يشعر بما شعر به في هذا الوطن في وطنه، قد يكون سلبت حقوقه في وطنه، وقد يكون اضطهد في وطنه، وقد يكون اعتدي عليه في وطنه، ولكن هنا اليوم نقف كلنا أمام القانون، موافد أو مواطن، نقف على قدم المساواة. لذلك اليوم هذا الحزن الذي نشاهده
هو ليس لعلاقة مباشرة مع السلطان الراحل طيب الله ثراه بينه وبين من عاش على هذه الأرض. هم يشعرون بالأثر الذي تركه هذا الرجل، يشعرون بقيمة ما أنجزه في هذا الوطن، يشعرون بمعنى الأمن والأمان وحفظ الحقوق. عاهد بعض الدول يا محمد بأنه يشعر المواطن أو من يقيم بأنه الأجهزة الأمنية دائما ما تتكبر عليه، أو الأجهزة الأمنية دائما ما تمارس السلطة السلبية ضده. نجد في عمان هذا الوضع مختلف تماما، وهذه من يعني من أيضا من النقاط المهمة التي رسخها جلالة السلطان قابوس بن سعيد وذكرها السلطان هيثم بن طارق في خطابه الأول، لأنها نقطة مهمة ونقطة كأنه يقول كذلك للجميع يجب أن تستمروا على نفس النهج أيتها الأجهزة الأمنية، لكل المعنيين يجب أن تستمروا على نفس النهج في احترام المواطن، احترام المواطن وكل من يقيم في هذه الأرض لأمن هذه البلاد. لأمن هذه البلاد أحسن. الثابت الأخير الذي ربما تكلمنا عنه نحن في البداية اللي هو وهو عندما قال السلطان قابوس طيب الله وثراه سأعمل بأسرع ما يمكن لجعلكم تعيشون سعادة وعلى كل واحد منكم المساعدة في ذلك، في تحقيق ذلك. نعم. السلطان هيثم يقول إن الأمانة الملقاة على عاتقنا عظيمة والمسؤوليات جسيمة، فينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل، ولن يتأتى ذلك إلا بمساندتكم وتعاونكم وتضافر كافة الجهود للوصول إلى هذه الغاية العظمى. نفس العبارة نفس المضمون بين العبارتين، سنعمل لجعلكم تعيشون سعداء وعلى كل واحد منكم المساعدة في ذلك، في تحقيق ذلك. في نعم. تحقيق ذلك نعم. وهنا ولن يتأتى ذلك إلا بمساندتكم وتعاونكم وتضافر كافة الجهود، الشراكة التي يؤمن بها سلاطين هذا الوطن، الشراكة في كل شيء، الشراكة التي تجلت بمعناها الحقيقي في دولة المؤسسات، القضاء المستقل، أجهزة الرقابة، مجلس الدولة والشورى وجهاز الرقابة، أجهزة الرقابة والسلطة التنفيذية، وأصبح الحكم للشعب، الحكم للشعب، لأن المؤسسات هي التي الآن تحكم، وعليها أن تقوم بدورها، وعلى الأفراد أن يقوموا بحمل الأمانة بشكل، وهذا ما 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 قصد به في موضوع الشراكة، بأن السلطة مقسمة والسلطان هو جزء من هذا من هذا الوطن، لن يعمل بمفرده طبعا، لن يعمل بمفرده، وإنما هناك الأجهزة والمؤسسات التي يجب أن تقوم بدورها. هذه هي الدولة العصرية التي وعدنا بها جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه، والتي سيستمر على خطاها جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور حفظ الله ورعاه. اللهم آمين. نحن متفائلين كل الخير. نتحدث عن المسؤولية المشتركة، المسؤولية ما بين المواطن وما بين السلطة، وحينما نتحدث عن مسؤولية السلطة فنحن ندرك تماما كل ما تحدثنا الآن عنه. نحن نتحدث عن سلطان البلاد الذي في أول خطاب تحدث عن السياسات العامة الداخلية والخارجية وعن مواصلة البناء، وكان يتحدث بأن جلالة السلطان قابوس بن سعيد قد بنى الأساس، ونحن الآن يجب أن ننطلق إلى الأمام، وعملية الانطلاق قد سهلت نتيجة كل هذا البناء الذي حدث منذ 70 وحتى 2020. من ناحية أخرى نحن هنا لما نتحدث يا محمد، أنا مثل ما ذكرت في بداية الحلقة، نحن لسنا مثاليين، نحن لسنا بملائكة، نحن لدينا أخطاء جسيمة، لدينا أشياء كثيرة سلبية في بعض الأحيان، ولكن كذلك لدينا في المقابل إيجابيات كثيرة يجب أن نتحدث عنها، يجب أن نتحدث عنها ونؤكد عليها، لأنه دائما هذا الخير الذي نتحدث عنه وهذه الإيجابية التي نتحدث عنها هي دائما بشارات الخير لكل شعب، لكل مجتمع، ونحن ولله الحمد لدينا من الأفاضل ما يكفي لخدمة عمان. نعم ليس الجميع سواسية، وليس الجميع بنفس الأمانة، هناك من خان الأمانة وهناك من حمل الأمانة، ولكن نقول ولله الحمد من يحمل الأمانة في عمان كثر. هم كثر، كل هم كثر، وينتظرون بعضهم ينتظرون الفرصة
لكي يخدمون هذا الوطن بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. لذلك نحن متفائلين كل الخير، لأننا نتحدث عن الخير دائما، نتحدث عن نقاط القوة التي يجب أن نستند إليها، لأن نقاط القوة كثيرة. نقاط الضعف نعم توجد، ولكن نقاط الضعف ستختفي حينما نصبح جميعنا يدا واحدة. أنا هنا لا أنظر، لا أتحدث يعني بمثالية عالية، أتحدث بالمنطق. لدينا إيجابيات ولدينا النصر ذكرها جلالة السلطان هيثم عندما قال في حديث أثناء استقباله للمعزين، قال جلالة السلطان سهل لنا الطريق. نعم نعم، رحمة الله عليه، وأصبحت الأمور سهلة. وبالفعل أنت لما تنظر إلى أن سلطان أو حاكم شاب في الثلاثين من عمره يستلم بلد في ظروف اقتصادية اجتماعية صحية سيئة إلى أبعد الحدود، أرض لا توجد فيها مسببات الحياة، لا توجد فيها مؤسسات، لا يوجد فيها شيء نظامي، ثم خلال في ظرف 10 سنوات خلينا نقول، نعم، كانت كثير من البنية التحتية منتشرة، من التعليم والصحة الطرق والمؤسسات والحكومة كانت جاهزة خلال 10 سنوات، وهو كان هدف استراتيجي لجلالته، وقال سنقيم بعد 10 سنوات. وفعلا في عام 80 كانت هناك الكثير من المؤسسات التي لم تكن، كان هناك في تنظيم، كان هناك الكثير من الممارسات، صحافة وإعلام وتلفزيون وحريات وغيرها في ظرف 10 سنوات. ثم بعد ذلك بدأت مسيرة التنمية في 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 المجالات وفي القطاعات، النقل النوعية، واستمرت. اليوم لما تستلم الدولة من لا شيء وتصبح هناك دولة، ما ما ما, ما نشاهده اليوم خلينا نقول من إشكاليات موجودة في الوطن، أنا أعتقد أنها أمر طبيعي يحدث في كل عالم. نعم نعم، لأنه لا توجد المدينة الفاضلة، نعم، ولسنا إفلاطونيين، نعم، فبالتالي لا بد من وجود سلبيات مثل ما هناك إيجابيات، لكن يجب أن نركز على الإيجابيات ونبني عليها فعلا المشاكل التي لدينا قابلة للحل. بالضبط بالضبط، والحلول موجودة بإذن الله تعالى. ولذلك خطاب السلطان هيثم كان يشير دائما إلى مسؤولية الشعب في هذا البناء. هذا الشعب وفي جدا لأبعد الحدود يا نصر، تحمل الكثير وتعب كثيرا وقام بدور كثيرا، وبإذن الله تعالى سيشرق أو أشرق يعني فجر جديد على عمان وأهلها، وبإذن الله تعالى النهضة مستمرة ومتجددة بإذن الله، وخير خلف لخير سلف بإذن الله. وبإذن الله تعالى تستمر هذه النهضة المباركة وتستمر مسيرة المجد والبناء والتنمية في هذا الوطن العزيز، في ظل هذه القيادة الرشيدة، في ظل هذه الأسرة الحكيمة التي دائما ما تفضل مصلحة عمان على 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 كل مصلحة وتضعها فوق كل اعتبار. ونحن أنا متأكد بإذن الله تعالى أن المستقبل مشرق لهذه الأرض بإذن الله تعالى. بإذن الله بإذن الله. وأنا يا محمد العاصمي أشكرك كل الشكر، إن شاء الله سنتواصل في حلقات أخرى. أنا يعني كانت هناك حلقة نحن أجلناها بسبب أيام الحداد على المغفور له بإذن الله، جلالة السلطان قابوس بن سعيد، وهي حلقة تتعلق به كذلك رحمة الله عليه، حينما نتحدث عن مواقفه العربية من خلال خطاباته التي كان يبثها للشعب العماني، كانت لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه مواقف حازمة جدا في الكثير من القضايا العربية، سنتوقف عندها في حلقة قادمة من حلقات عمان عبر الزمان لأنها مهمة جدا بإذن الله. تحية لكم، تحية لك يا محمد، شكرا لك. شكرا يا نصر، تحية لك وتحية لجميع المستمعين، ونتمنى فعلا أن نكون وفقنا في استقراء مضامين الخطاب السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، وإن كنا يعني لسنا بالفكر الذي يستطيع أن يستقرئ هذه الأفكار العظيمة من هؤلاء العظام. محمد أنت رائع، وما يعني بصراحة أنا استفدت منك كثير حتى في الحلقات التي مضت. تحية لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام عبر الشبيبة، تقبلوا تحياتي أنا نصر ناصر البوسعيدي، ليلتكم سعيدة وإلى اللقاء.